الشخص الذي أثر بي من دون أن يدري هو الشاعر العربي السوري عبد القادر الحصني. أقول آسفة لقرائي ولأحبائي الذين يحبون شعري ويتابعونه منذ البداية، وذلك لأنني لم أنزل عند رغبتهم إلا متأخرا في طباعة أشعار. اللحظة التي بكيت فيها ولا أنساها كانت تقريبا منذ أكثر من عام، عندما شعرت بأشد الحاجة لمن حولي ولكنهم تخلوا عني. العقاب الأكبر الذي أتعرض له هو تلك اللحظات التي ينظر لي أبي فيها نظرة بأنني مخطئة وأنه غير راض عني. ما يبكيني هو مشاهدة الدماء تراق في بلدي سوريا. موقف طريف تعرضت له، كنت في إحدى الدوائر الرسمية في سوريا، وإذ بأحد الموظفين يقول لي، عندما عرف بأنني شاعرة، يقول لي بأنني والله لن أوقع لك المعاملة حتى تكتبي في قصيدة والآن، وبالفعل فعلت. ما لا يعرفه الجمهور عني هو أنني أبكي في مشاهد كثيرة من المسلسلات، وخاصة التغريبة الفلسطينية. الصراحة كنت أبكي كثيرا. إذن من جديد تحية لكل متابعينا على الهواء مباشرة، وليندا التي جاءت من سوريا خصيصا لتشارك في هذه الأمسية المميزة للموسم الخامس، وهي نجمة هذه الأمسية. أيضا نقول لليندا، صحيح أنك تبكين في المشاهد المؤثرة في المسلسلات، لكن شعرك بحد ذاته هو مشهد جميل ومؤثر، استمتعنا به وتأثرنا على مدار حلقات أمير الشعراء. بالتوفيق يا ليندا. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي علمتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي. والدي الكريم، السلام عليك، والسلام على أهلي وشعبي في سوريا، وعليكم أيها الجمهور الكريم. رحلة إلى إمارة الشعر، بروحي وجد العاشقين سنابل، بروحي وجد العاشقين سنابل، وشمع نحولي ذوبته الرسائل، بروحي وجد العاشقين سنابل، وشمع نحولي ذوبته الرسائل. أنا سيرة من ياسمين معتق، ومجد شآم زينتها الشمائل. أتيت وما لي غير حبر أريقه، ردائي قميص الشعر والحلم غازل، أسطر نص الماء في قلب غيمة، وبي من حنين الطين روح تحاول. أتيت وما لي غير حبر أريقه، ردائي قميص الشعر والحلم غازل، أسطر نص الماء في قلب غيمة، وبي من حنين الطين روح تحاول، وأقطف ورد الروح من قبة الرؤى، فينداح للمعنى بهيا يخايل.
أتينا أبو ظبي، أتينا أبو ظبي نرمم حلمنا من الجرح قد شدت إليه الرواحل. أتينا أبو ظبي نرمم حلمنا من الجرح قد شدت إليها الرواحل. أيا مسرح الأحلام، أيا مسرح الأحلام، كم قد ضممتنا بكل شفيف البوح ما ضج حامل. فإن أنبتتنا روضة الشعر برعما فنحن غدا أزهارها والخمائل. فإن أنبتتنا روضة الشعر برعما فنحن غدا أزهارها والخمائل. هو الشعر بحر للجمال ومرفأ، وقلبي مذ جئت الحياة سواحل. هو الشعر بحر للجمال ومرفأ، وقلبي مذ جئت الحياة سواحل. تحسنين يا ليندا تجسيد روحك بأنها سيرة الياسمين، لكن البيت التالي عندما تتحدثين عن مجد الشآم اليوم يترك في حلوقنا غصة تعرفينها جيدا، ونحن نراه يتمزق بحمق وضراوة. كان الله في عون الشآم وأهله. تلبست رداء الشعر الذي يغزله الحلم، وأخذت 300 حبر الروح في قبة الرؤى. هذا جميل، تصوير بديع يا ليندا، فينداح لك المعنى. الصورة وفيرة المجازات، غنية، لكن الشعر يهدف إلى ما هو أبعد من المعنى. أنت تعرفين اليوم لم تعد فكرة المعنى هي مقصد الشعراء. تتواضعين كثيرا عندما ترين نفسك مجرد برعم، بل أنت زهرة ناضرة وفواحة وخميلة حقيقية. أنت نموذج باهر للشاعرة العربية عندما تتغنين بالجمال وبالحرية. شكرا. الشاعرة ليندا، الواقع أول ما يلفت النظر هنا في هذه القصيدة العنوان رحلة إلى إمارة الشعر، وهذا كما أعتقد عنوان يعني ليس عنوانا شعريا، هو يصلح أن يكون يعني عنوان مقالة. لعل القارئ يعني العابر لهذه القصيدة وحتى المستمع يعتقد أن هذا نحن إزاء نص واحد. نحن كما أرى إزاء مستويين مختلفين في القصيدة. المستوى الأول، الخمس أبيات الأولى مليء في الواقع بالشعرية وبالتصوير وبالرسم وبالمجازات، وهو جميل ورائع. ثم الأبيات الأربعة الثانية يكاد يخلو من الشعر ويكاد يقع في المباشرة التي ليس مكانها في الواقع الشعر. كما تأتي الأبيات يعني بصورة يعني كأن الشاعر يضطر لها اضطرارا، وكأن الكاتب أو الشاعرة تنهزم أمام هذه الأبيات. تقولين أتينا أبو ظبي بقصد إمارة من الشعر قد شدت إليها الرواحل، وأنت غيرتيها في القراءة، فأنت يا ليندا قد أتيت بطائرة حديثة وليس براحلة. شكرا لك يا أختي الكريمة. مساء الخير. مساء النور. في قصيدتك غنائية طافحة رقيقة، ظهرك عليها هذا الطويل من البحور الذي تجرأت عليه، ولو اخترت بيتا خفيفا يليق بالشاعرة وبالمرأة ربما كان أفضل. ومع ذلك فقد أبدعت في آخر النص وأنت تخاطبين شاطئ الراحة، إذ جئته ناشدة إمارة الشعر آملة في نيلها، وهو شيء مشروع. لكن يبدو لي أن نصك هذا بسيط جدا ولا يكاد يحمل الجمالية الشعرية التي ترقى به إلى المقام الأعلى.
إذ فاته حمل قضية إلا هم الإمارة تقريبا، ومع ذلك فأنت شاعرة رقيقة، وأنت أقدر على كتابة قصيدة أجمل من هذه التي قدمتها لنا، والتي لا ينقصها مع ذلك لا الجمال ولا الزينة ولا الألق ولا الخيال ولا التصوير ولا دفق الإحساس. شكرا. شكرا ليندا. ونجمنا التالي جاءنا من